عندنا فترة توقف، فترة توقف كافية جدا لالتقاط كل الأنفاس. فترة التوقف اللي هتكون لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو فرصة للتحكيم، هي هتكون من 8 ل 22، كل الدنيا هتهدى فيها. يا ريت تصفيات تكون ايه؟ أولمبياد طوكيو اللي هي المنتخب الأولمبي اللي هتتلعب عندنا. اه ده ما حدش بيجيب سيرتها. ده البطولة الأمم الأفريقية من 8 ل 22، من شوف بقى 8 شوف بقى ل 22 نوفمبر خلاص. اللي فات كله حماده، والبطوله دي حماده تاني. عايزين كلنا نبقى ورا هذا المنتخب بالمعنى الايجابي. على فكره التعتيم اللي موجود ده ممكن يبقى لصالح شوقي غريب والفرقه. شوقي غريب وفرقته. بس ارجوك يا شوقي من فضلك، مش عايز اشوف اعلانات غير بعد لما تكسب البطوله. يعني لو لقيت اعلانات للعيبه دي في الشوارع قبل البطولة هتقلق. هقلق جدا.